السلام عليكم، مرحبا بكم معايا طبعا على قناتي وقناتكم اللي هي جميلة بريستيج. فيديو جديد، فيديو اللي انتظرته بزاف مني هو الإجابة على الأسئلة ديالكم بالنسبة للتكاشط والقفاطن ديال الطرز الفاسي أو الحساب كما كنسميه. كانت أسئلتكم كثيرة صراحة، أنا جاوبت على الأغلب ديال الناس والناس اللي كيدخلوا عندي وكيسولوني، فحتى هما كنجاوبهم. قلت لهم ان شاء الله ندير لكم فيديو جديد، والله وصل وقته الحمد لله. بالنسبه لهذا الموديل ديال القفاطن او التكاشط، فانا قلت لكم انه الثمن ديالو في الفيديو اللي قبل، وغادي نخليه لكم في صندوق الوصف كذلك. وبالنسبه للالوان اللي بزاف ديال الناس سولوني واش كيجي غير في الابيض، لا طبعا كيجي في جميع الالوان غير هو البيض. حنا دائما كنقولوا ان العروسه هي اللي كتلبس هذاك البيض، وكيكون مطروز يا اما كنطرزوه بداك اللون الخضر اللي كتشوف دابا، او كنطرزوه بالزرق. كذلك ممكن اننا نخيطوا ثوب يكون بالخضر، ممكن تاخذوا الكريب كيجي زوين، ممكن كذلك ساتان كذلك كيجي زوين، وصراحه الكريب كيجي معاهم كلهم. تاخذوه في الخضر ويتخدم كذلك بالصم او بالارجنتي، يعني بجميع الالوان ممكن تخدموه بالطرز. كذلك الكرونه يعني البوردو او دم الغزال كما كنسميه، حتى هو كيجي رائع. ولكن بالنسبه لهذه الالوان انا كنفضلهم الناس مثلا، يعني كنصيحه من الناس المعروضين، مازال الخضر اوكي تقدر تلبسه العروسه، من الالوان الاخرى يقدروا يلبسوهم الناس المعروضين، لاش لا. كنشوفوه حتى في الغوز، كنشوفوه في الوان عديده. بالنسبه لهذا الموديل انا قلت لكم كاين اللي كيتخدم باليد، هو كياخذ وقت طويل بزاف وفي وثمن زايد طبعا، وكاين اللي كنخدموه بالكمبيوتر واللي كيكون الوقت يعني قصير في مده قصيره. بالنسبه للناس اللي كيسولوني انا اين مدينه، فانا في الدار البيضاء يعني في كازا. غادي نخلي لكم الانستغرام كذلك ايبانجلي، او في اول تعليق غتلقاو الانستغرام ديالي، مرحبا ادخلوا عندي تما فين غادي يعني كنكون دائما موجوده، وكيكونوا كذلك كندير لايفات تما على الموقع ديالي على الانستغرام، وكتشوفوا حتى الخدمه ملي كنكون عند المعلميه اللي عندي، كنصور تما في ستوريات. كنتمنى انكم تلتحقوا بيا تما. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على الاثمنه وهذا كذلك كنجاوبهم في الانستغرام عندي. كنتمنى فعلا ان هذا الفيديو واخا قصير بحال هكا انه يفيدكم. كنتمنى صراحه تبارطاجيو باش تبقى القناه ونقدر نبقى نحط لكم فيديوهات بحال هكا، وكنحط غير الاشياء اللي كنخدم. بالنسبه للبنت اللي سولتني اما احسن واش التكشيطه ولا القفطان بالنسبه للحنه، فهما اختي بحال بحال، غير كتختلف ما بين هذوك كتكون قطعتين وهذه قطعه واحده. اما راه الخدمه الفوقانيه اللي كتكون على التكشيطه هي اللي كتكون على القفطان نفسها، كنختلفوا غير في الزواقه او في هذا. القفطان كما قلت كيختلف الثمن ديالو، والتكشيطه كتختلف الثمن ديالها، لان التكشيطه كتجي محلوله، وهذاك القميص التحتاني كيجي حتى هو مخدوم، واخا كنخدموه غير بشي حاجه خفيفه حتى هو كيتحسب انه كيتخدم. كنتمنى اختي يكون انني جاوبتك. مرحبا بجميع الطلبات ديالكم. نعاود نقول انني انا طالب بيضاء، الناس اللي كيسولوا طبعا انا كنصيفط لجميع المدن وجميع الدول داخل المغرب يعني وخارج المغرب، الاوروبيه والعربيه. كنعتذر ما نخليش رقم تليفوني، لان صراحه ولاو كيجيوني المشاكل بزاف من هاد النمره التليفون، كاين اللي كيبغي غير يعني كتكون شي وحده اللي خياطه وكتدخل وكتبقى تسولو، كتضيع لك بزاف بزاف ديال الوقت في التليفون، وحنا التليفون كنحتاجو. فانا نفضل بالنسبه للناس المعلمين واللي كيبغيو يتعلموا هذا يخليو الاسئله ديالهم على الفيس او حتى على الموقع هنا، على عفوا على الفيديو من تحت. ونعاود نقول لكم اشكركم بزاف على التعاليق الزوينه وعلى الدعم ديالكم، وكنتمنى انكم اكثر واكثر تدعموا هذه القناه هذه باش تستمر. طبعا كانت معكم جميله على قناتي وقناتكم، هي جميله بريستيج.